سعاد حسني خافت جدا ورفضت تمثل الدور ده، ولما تعرض على نجلاء فتحي حطت شروط علشان تقبل بيه، ولما راح لمديحة كامل أنقذها من الاعتزال. الكلام هنا عن فيلم الصعود إلى الهوية. كواليس وأسرار كتير ورا الفيلم ده مش كتير يعرفوها قبل ما يظهر للنور. ليه سعاد حسني خافت من الفيلم ده رغم إنها أول ترشيح؟ وإيه شروط نجلاء فتحي اللي رفضها المخرج؟ وإيه هي حكاية فيلم الصعود إلى الهوية؟ وإزاي مديحة كامل كانت هتعتزل بسببه؟ وربنا ستر والفيلم ده أنقذها. يلا بينا نعرف كل التفاصيل، بس خليكم معنا للآخر. المخرج ليه كلمة مسموعة، لا في نجم يحط شروطه ولا نجمة تقول يا أنا يا لأ. كلام المخرج يمشي على الكل، وهو القائد اللي بيحترم السيناريو، وفي الآخر بتكون رؤيته هي الصح. ده باختصار اللي حصل في فيلم الصعود إلى الهوية، اللي كان فيه نجمتين هيعملوه هما سعاد حسني ونجلاء فتحي قبل ما يروح الدور للفنانة مديحة كامل. وطبعاً ربك لما يريد ويرتب أقداره بتكون اختياراته هي أفضل حاجة لكل حد. سعاد حسني كانت معروفة إنها نجمة ليها تقلها عند الجمهور، اشتغلت في أفلام كتير وعملت نجاحات أكبر، وكل هدفها تبني على النجاح وتفضل الأولى في عيون الجمهور، بس عند الفيلم ده وخافت منه. المخرج كمال الشيخ هو اللي كان قائد الإخراج في الفيلم ده، رشح سعاد حسني، بس هي اعتذرت على طول ولا قالت شرط ولا غيره. كل الحكاية إنها خافت من رد فعل الجمهور على الدور عشان كان حساس جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن قصة حقيقية، بطلتها هبة سليم اللي كانت كل حياتها تنقل أخبار بلدها لبلد تانية معادية، وكمان هبة دي اتكشفت في الحقيقة واتحكمت وخدت حكم بإنهاء حياتها فعلا. طبعا في شوية تعديلات اتعملت على القصة الحقيقية علشان تمشي مع السياق الدرامي للفيلم، وقدر يحقق نجاح كبير جدا وكمان ياخد جائزة الدولة في الإخراج والمونتاج سنة 1979. ده غير إنه واخد المركز 75 في قائمة أفضل فيلم في ذاكرة السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد. ولو رجعنا للبداية وكواليس الاختيارات هنلاقي نجلاء فتحي ترشحت بعد سعاد حسني، بس هي اشترطت تغير النهاية علشان تكون ببكاء وانهيار وندم صاحبة القصة اللي هي هبة سليم، وكمان علشان هي خايفة من رد فعل الجمهور على الدور. بس المخرج كمال الشيخ رفض بشكل قاطع وقال إنه هيقدم الشخصية بنفس الثبات وعدم الندم زي ما كانت في الواقع بالظبط، عشان ربنا رايد إن مديحة كامل ما تعتزلش في التوقيت اللي كانت بتفكر فيه تسيب التمثيل خالص. وسنة 1978 الفيلم ده اتعرض، وهو كان قصة وسيناريو وحوار صالح مرسي وإخراج كمال الشيخ اللي اختار مديحة كامل للدور وقدمته بشكل كويس جدا، وكان ليه دور كبير في انها تكون نجمة صف اول، وودعت بيه الادوار التانية بلا رجعة، وبقى ده واحد من احلى افلام مديحة كامل اللي كان فيه ليها لقاء في بداية التسعينات بتقول فيه ان الفيلم ده كان التحدي الاخير ليها كممثلة، ولو ما كانش نجح كان قرار الاعتزال هيكون هو الحل البديل بالنسبة ليها، وكانت هتغير نشاطها لمجال تاني غير التمثيل. والمخرج كمال الشيخ كان ليه دور كبير قوي في نجاح الفيلم وظهوره بالشكل ده علشان اتكلم عن صاحبة القصة الحقيقية بشكل ناضج جدا، واختار جميل راتب اللي بيوجد الفرنسية واللي كانت من صميم تفاصيل دوره في الفيلم، واختار الفنان إبراهيم خان لدور المهندس ضعيف الشخصية، حتى محمود ياسين كان شكل تاني مع كمال الشيخ. ده غير انه صور اجواء باريس الجميلة اللي عشنا فيها بعدسة المصور رمسيس مرزوق. انتوا بقى اكتبولنا ايه رأيكم في الفيلم، وهل كنتوا تتخيلوا ممثلة تانية غير مديحة كامل فيه؟